هذه جزئية واحدة، قطرة من بحر من التسيب والإهمال وعدم إنصاف الناس وظلمهم وعدم إعطائهم حقوقهم. يعني يفترض على هذه الجهة المسؤولة اللي هي يعني من الناحية القانونية مطالبة بأن تتولى تعيينهم كأنها هي مسؤولة على ذلك، وإذا كانت هي مش مسؤولة تبرر السبب لماذا، إذا كان ما عندهمش يعني يبحثوا لهم عن فرصة عمل بطرق أخرى. يعني الدولة هذه مهمتها أن تبحث في مشاكل المواطنين وتحل مشاكلهم كلها، فهذه واحدة من آلاف المشاكل، لأن الدولة مترهلة وما عندهاش نظر. كل الناس الموظف لما يأتي مجرد أنه يعني دقائق ولا ساعات قليلة يتلهى في تسلية في الفيسبوك ولا يتكلم مع زملائه، لكن هل هو عنده التزام بأن عنده واجبات، بأن هناك أمانة في عنقه عليه أن يؤديها ويأخذ عليه في مرتب وظيفة؟ هناك أناس يطالبون بحقوقهم وحقوقهم هي عنده هو، ينظر فيها كيف يحلها، كيف يجلها علاج. هذا كله الناس لا ينظر إليه، كل واحد يبقى هو يعني يتصرف تصرف لا مسؤول، حتى الدولة ذابت انتهت، ما عاش فيها أي مسؤولية، ونادر أن تجد إدارة فيها ضبط وربط وتتبع لمسؤوليات. هذا في غاية الندرة، والناس كلها هكذا بسبب هذا الظلم يعني المستشري بين الناس. الله عز وجل يسلط علينا عدونا، لأن هذا البلاء الذي نعيشه من قطع كهرباء وقطع مية وغلاء أسعار وإلى آخره، هذا كله سببه الظلم. لو نرفع الظلم على أنفسنا ونتصالح مع الله ونعطي الحقوق لأصحابها، الله الأمور كلها ستأتي على أحسن ما يكون، لأن بلادنا كما قلت فيها خيرات كثيرة وتكفينا جميعا، ولا نحتاج إلى هذه المعاناة اللي هي مفتعلة وأزمات. الذين يقومون بهذه الأعمال الآن سواء كان فيما يتعلق بالكهرباء ولا بالسيولة ولا بغلاء الأسعار ولا بخلق الأزمات ولا بالكلام الفارغ هذا، هم كلهم يتكلمون بنفس نفس القذافي، نفس القذافي، العداء للدين والعداء للوطن واستحقار الناس، نفس المنظومات ونفس النظريات هي لا زال يطبقونها. يعني تغيرت الوجوه فقط لكن الأفكار هي. عندما تجد شخص مصنع منع زي ما يقولوا ما شاء الله عليه، خريج وعنده دكتوراه، بل هو استشاري وطبيب ومهندس وكذا، ويشتغل في أوروبا ويشتغل في أمريكا، وعندما يفكر بتفكير القذافي، بتفكير حفتر، يعني يقر الظلم والقهر ويسمي كل من يدافع عن نفسه، يقول لك هذا يعني هذا مقاتل، هذا إخواني، يتكلم بهكذا الكلام يعني الفاسد الذي يعني لا يصدر عن عاقل، هكذا يطلق كلمة خلاص يرسلها هكذا يفسد بها كل محاولات الإصلاح، يفسدها بتهور وهو قاري وعالم. هذا ماذا تصنفه؟ هذا ما زال كما قلت لك يتكلم بعقلية القذافي ونفس القذافي. عندما تجد وزير سواء كان في وزارة من الوزارات، تجد يعني أسلوبه ينم عن عداء الدين، محاصرة للعلماء، محاصرة للشيوخ، المنابر يشوف فيها فاسدة ولا يتخذ فيها إجراء ولا يتخذ فيها إجراءات، يعني التعليم الديني يحاصر يمنع، يعني لا يعبأ به. لما تعمل دار امتحانات ودور أرقام جلوس، كل الثانويات نزلت أرقام جلوسها وأماكن امتحاناتها في موقع وزارة التعليم إلا التعليم الديني. بينوني بالله ما هو السبب، ليش التعليم الديني بس فقط هو المستحقر، هو المتجاهل؟ بالله بينوني يا وزارة التعليم، هل عندك مبرر لهذا إلا العدالة، حاجة اسمها الدين؟ قولوا لي والله، إذا كان تقولوا والله حين نقتنع، نحن نسمع ونفهم ونعقل، ردوا علينا. لماذا فقدت الثانويات كلها تطلع أسماءها ويعتنى بها وأرقام جلوسها، والطالب يقف في المعهد الديني يقعد إيده على قلبه ليلة الامتحان، مش عارف نفسه حتى وين يمتحن، ولا رقم جلوسه، ولا يعرف ما إذا كان هو سيمتحن ولا يمتحن. هل هذا عدل؟ هل هذا يقره إنسان؟ هل هذا يقره قانون؟ لا أجد لهذا مبرر إلا العدالة الدين. هذا هو نظام القذافي، هذا القذافي هكذا كان يفعل.
هذا طالب دعنا من هو انت لريت لا يصلي وقد يكون لا يصلي وقد يكون يسكر ويقرا في المعهد الدنيا هو سكر. لكن ليش حاجه اسمها الدين فقط هي اللي يعني دائما عليها التجاهل وعليها لا يبالى بها ولا يعتنى بها ولا يهتم بها؟ الاستحقار هذا هل للناس اشخاصهم وذواتهم ولا لهذا الاسم الذي يحملونه؟ خبروني بربكم.